تسوء حالته. أين الثورة؟ في الساعة. أين الثوار وأين الشعب؟ في محطة البترول. وأين رمضان؟ على الأبواب. غابت المفاهيم في بحر السياسة. ماذا بعد؟ بدأ ما غرسه فينا صالح ونظامه يظهر في ردة فعل الثوار. جعلنا صالح خلال 33 سنة كائنات مطالبة لا تعرف إلا المطالبة، لا تستطيع أن تقرر في حياتها قرارا يخصها. أصبحت حياتنا مناشدة، استجداء، استعطاف، بكاء. أراد النظام منا أن نعيش مطلبين بلغتهم ونموت مطلبين، نمد اليد واللسان، نفرش الوجه والكبرياء في كل الطرق، نقبل كف من يسردنا ونطلب حقوقنا صدقة. صيرنا شعبا لا ينقطع تعبه ولا يتوقف طلبه. أرادوا تحويلنا من ثائرين إلى مطلبين. حتى الثورة نشحتها من الأصدقاء ونشحتها من الأشقاء. ضعف خطاب الثورة. الأزمة خنقت الناس. الوضع الأمني، استمرار القصف والاستنزاف لأرواح الأبطال خوف الناس. الانتظار الطويل في الساحات فرق القلوب وأظهر الخلاف، ودخل الناس في تفاصيل الشيطان. تصارعوا وتنازعوا وكاد ريحهم يذهب. أحس الجميع بعمق المؤامرة، فيأس السياسيون من المبادرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. وقد حصر الثوار في الساحات، وبعض الساحات أحرقت كما أحرق أصحاب الأخدود. وبعدها حسم الثوار والسياسيون خيارهم ليستعيدوا قوتهم وزخم ثورتهم القدرية التي لن تقهر بإذن الله. فظهر المهدي غير المنتظر لنلقي علينا خطابا بالأمس. لم يتغير عن خطابه 33 سنة. ليس لشيء، إنما للجولة الجديدة من المؤامرة، الفصل الثاني من المسرحية الدولية، ليقع السياسيون في حبال الفصل الثاني وتنهك الثورة ويمر شهر جديد وقد انتهت تعز وانتهت أرحب ودمرت نهم وسقط الجنوب في يد الفصائل التي يسمونها بالقاعدة، وهي من صنع النظام كما يعلم الجميع. ودخل رمضان، لا ماء، لا كهرباء، لا بترول، لا طعام. فمن سيحضر الجمعة في رمضان؟ ومن سيأتي إلى الساحات في رمضان والناس مشغولون بأزمة خارقة لم تشهدها اليمن من قبل؟ يا أيها الثوار، هذا مجرد تشخيص بسيط للداء وفصول المؤامرة التي أرادت أن تقتل الثورة. ليست القضية قضية اغتيال فحسب. ليلبس الثورة بهذا المفهوم إنها مؤامرة كبرى. والتلقع في اتخاذ قرار الحسم الثوري من قبل شباب الثورة سيقود البلد إلى هاوية في ظل الأزمات التي يختلقها النظام. مع ركود الثوار، إن انتظار الثوار للوصاية الخارجية هو أكبر عائق أمام انتصار الثورة.